عقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اجتماعه الدوري لمتابعة موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، وذلك بعدد من المحافظات والمدن الجديدة. وخلال الاجتماع وجه وزير الإسكان بضرورة توفير جميع الخدمات الأساسية لسكان وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين والتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم الخدمات، كما وجه بالمتابعة الدورية لموقف مختلف الأعمال مشددا على الالتزام بمعايير الجودة في تنفيذ مختلف مراحل المشروعات وعدم التهاون في جودة التنفيذ.